حالة استنفار غير مسبوقة في إسرائيل بعد هجمات حماس المباغتة براً وجواً. غارات جوية مستمرة وحشود عسكرية هائلة واستدعاء لجنود الاحتياط. فما هي هذه القوات؟ ومتى يتم استدعاؤها؟ عام 1984 نشأ نظام خدمة الاحتياط الإسرائيلي. بموجبه كل إسرائيلي ملزم بعد تسريحه من الخدمة الإلزامية بأن يلتحق بقوات الاحتياط ما لم يحصل على إعفاء. يهدف نظام الاحتياط لتعزيز الجيش في أوقات الطوارئ بحرياً وبرياً وجوياً، حيث يتكون من نحو 456,000 جندي، أي ضعف الجنود الإسرائيليين الموجودين في الخدمة الإلزامية. مهام هذه الوحدات تتلخص في تنفيذ مختلف العمليات الأمنية والعسكرية، وتتمتع بقدرات قتالية اكتسبت خلال الخدمة أو ضمن تدريبات إلزامية سنوية. يتلقى جنود الاحتياط رواتب وتعويضات لهم ولأسرهم بموجب القانون، وهي قوات جاهزة دوماً لكنها لا تقوم بخدمة يومية. وكان آلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين طلبوا تسريحهم من الخدمة على خلفية تعديلات حكومة نتنياهو القضائية، لكن ومع اندلاع المواجهات الأخيرة قرروا المشاركة في الحرب التي وصفها نتنياهو بالطويلة والصعبة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.